في حي المعادي الهادي، وعلى مدخل بيت من دورين قدامه حديقة صغيرة. البواب عم ربيع واقف مشتت، عمال يبص يمين وشمال في كل حتة في الشارع، وكأنه واقف مستني وصول حد معين. أما فوق سطح البيت فأنا كنت واقفة مع الأستاذة نادية صاحبة البيت، وواحدة من بناتها واقفة مستنية اللي مستنيه عم ربيع. كل ده وإحنا علينا على الغرفة المقفولة في زاوية سطح البيت ببابها الخشب الهش وشباكها المفتوح دايما. الغرفة اللي كانت لحد نهاية الشهور اللي فاتت مخزن هدوم لسكان البيت، الهدوم اللي بيتم تخزينها بحسب تغيير فصول السنة، لكن ده كان قبل ما يصحى رواد البيت على خبر سرقة هدوم جواها. الشيخ فضل وصل يا أستاذة. عم ربيع جاي يجري من تحت البيت وهو بيقول الكلمتين دول، وإحنا واقفين بنبص عليه من السطح، اللي هو عم ربيع يعني، وجنبه الشيخ، راجل في نهاية الأربعينات متوسط الطول، وشه فيه لحية خفيفة منسقة، كان لابس هدوم منمقة ما تقولش وما تدلش أبدا على أي علامة من علامات المشيخة. نزلنا من الدور الأرضي من البيت اللي بدأت أحس فيه إن البيت ده مليان بالجن والأشباح. قعدنا كلنا والشيخ بيتصدر المشهد وعمال يبص ويبحلق لينا، وده قبل ما يكسر صمته ويطلب إن إحنا نوديه لأكتر غرف البيت ضلمة. دخلت الأستاذة نادية لإحدى الغرف اللي قفلت شبابيكها بالستائر السوداء لحد لما بقت عاملة زي مدينة مظلمة. خرج الشيخ المزعوم من ظرف بلاستيك أسود معاه منديل أبيض، عرفت بعد كده إن هو اسمه منديل محلاوي نسبة إلى مدينة المحلة. قام بتثبيت طاولتين لحد لما بقت شبه شاشة السينما، غرس شمعة ورا المنديل لحد لما بقى منور بشعاع أصفر خلى ظل الناس اللي في الغرفة تنعكس على الحيطان. جات الأستاذة نادية اللي تعجبت من شدة إيمانها بالطقوس دي رغم وصولها لمراكز متقدمة علميا وعمليا. جات الأستاذة بحفيدتها اللي لسه ما بلغتش وطلبت منها تقعد قدام المنديل، وده كان بناء على رغبة الشيخ، الشيخ اللي طلب من الطفلة ان هي تغمض عينيها. حط ايده على راسها وبدأ يتلو بعض التراتيل اللي ما فهمتش منها غير بعض الآيات القرآنية، وقرايته كانت قبل ما يطلب منها انها تفتح عينيها وتحكي وتقول اللي شايفاه. بدأت الطفلة تسرد التفاصيل وكأنها شخص تاني غير اللي شفته جوا بيت الأشباح ده. عربية كبيرة فوقها سلم، في رجالة بالعربية رفعوا السلم الطويل، وواحد طلع على عمود نور اللي جنب البيت زي ما يكون بيصلحه، نزل على السلم وكان قاعد بيشاور للرجالة اللي تحت. حطوا السلم فوق سور البيت، واتنين رجالة طلعوا على السطح. سكتت الطفلة فجأة وقرى الشيخ بعض تراتيل تانية فوق راسها، وده قبل ما البنت تعيط وصوتها يعلى. خرجنا للصلاة واحنا بنضرب كف على كف، وده بعد ما هديت الطفلة اللي لزقت في امها، بس احنا مش فاهمين اللي قالته، مش عارفين مين هم الناس دي، مين اللي ذكرتهم دول في كلامها. قعد الشيخ المريب ده وبدأ يفسر اللي ما فهمناهوش، بيقول في عربية زي مثلا بتوع شركة الكهرباء اللي فوقها سلم طويل كانت جاية بمهمة تصليح لعواميد النور اللي جنب البيت، ولما طلعوا على السلم بقوا أعلى من مستوى البيت وشافوا الغرفة اللي كانت مفتوحة وفيها الدواليب والأكياس، قاموا غيروا اتجاه السلم وطلعوا سطح الفيلا وأخدوا كل اللي في الغرفة. في الوقت اللي قعد فيه الشيخ يحكي ويطول في تفسيره ده اتعجبت من اللي شفته وسمعته، ازاي الراجل ده قدر يرجع بالزمن لورا وده من خلال فتح المندل؟ اكيد في شيء خفي مش ظاهر. لما في دماغي سؤال اتحركت اساله، يعني لما تروح الاسره دي وتقدم بلاغ بالسرقه عن طريق الشرطه، هل تاخد الشرطه بالنتيجه اللي خرج بيها فتح المندل ده يعني كدليل، ويبدا التحقيقات بقى مع دوريه شركه الكهرباء اللي كانت في المنطقه دي يوم الحادثه؟ وكانت وجهة نظري ان الشرطة اكيد هتقوم باعتقال الاسرة وترحيل جميع افرادها لمستشفى الامراض العقلية. ما هو لو الموضوع حقيقي فعلا كنا خصصنا للمندل غرفة في كل بيت تكشف عن اللي احنا عايزينه، والمندل هي عادة بتكون منتشرة في الارياف والقرى والاجزاء كمان من المدينة، بتكون مقتصرة على ناس معينة واللي عايزينه عارف كويس قوي طريق الوصول ليهم. والقصة اللي حكيتها الست دي هي قصة الاستاذة نادية مع الشيخ المزعوم، الشيخ اللي جه عن طريق البواب عم ربيع، وتحديدا من عزبة الوالدة بمنطقة حلوان. واللي حكت القصة دي كانت صاحبة نادية. مش انت بتشوف الكلمة دي في الافلام القديمة دايما وما بتبقاش عارف معناها ايه؟ يعني اي واحد يقولك هفتح لك المندل، طب ايه هو المندل بالظبط؟ المندل ببساطة هو عبارة عن استحضار للجن من ناحية الانسان، بيقوم بيه الساحر او المشعوذ، سميه زي ما تحب، وبيستحضره عن طريق اخذ العهود او قراءة الطلاسم، وبعد ما بيقول الطلسم أو العهد اللي بينه وبينهم بيتم بيها تحضير عمار المكان،
الجن حوالينا ومعانا في كل مكان، بالأخص في بيوتنا، واللي بيطلق عليهم عمار البيت دول بقى الجن اللي موجودين عندك في الحمام وفي مرايتك اللي بتشوف فيها نفسك وفي أوضة نومك، وبيناموا كمان على سريرك وقت النهار، وبيلبسوا هدومك لو انت ما قلتش سنة الملابس وغيره. المهم طبعا كل ملك بيشرف عليهم بيبقى له يوم في الأسبوع. خلاص فتحنا المندل وحضرنا واحد من ملوك الجان السبعة، وكل واحد منهم بيبقى معاه أخبار يوم في الأسبوع. المندل بيتم استحضار ملوك الجن السبعة، أو كما يقال عليهم ملوك السليمانية. فمثلا لو حصلت سرقة يوم الخميس وانت عايز تعرف مين اللي سرق، بتروح للمشعوذ ده وبيفتح لك المندل بتاع الجن اللي باسم اليوم ده، اليوم اللي حصلت فيه السرقة. لكن المندل بيستخف بيه الجن لأنه من أضعف طرق الاتصال بيهم، فممكن يستهيفك أو يحسك إن أنت خايف منه ولجأت للطريقة دي فيقوم بأذيتك لو أنت مثلا مش متمكن. طب عرفنا إيه هو المندل؟ بيستخدموا الطريقة دي بقى في إيه؟ بيتم اللجوء للمندل في العثور على الحاجات اللي اتسرقت من ناس معينة، أو في فك الرصد من المقابر، وكمان في بعض الناس من اللي بيعتقدوا إن في تحت بيوتهم آثار فرعونية، فبيقوموا جايبين واحد من الدجالين اللي بيقوموا بفتح المندل، وهم دول الشيوخ اللي بيقولوا عليهم إن هم بيعرفوا الآثار موجودة ولا لأ. طب إحنا قلنا الطريقة، بس ما قلناش هم بيعملوا إيه عشان يفتح المندل. بيقوم فاتح إيده يعني ويقول الطلسم والملك يظهر يعني عادي، ولا بيعمل إيه بالتفصيل؟ بص، هو في متطلبات لتحضير جلسة فتح المندل، وتقريبا المتطلبات دي انت شفتها في كل الافلام القديمة والجديدة اللي بيبقى فيها مشاهد من النوع ده، وهي كالآتي: اناء او حلة متوسطة الحجم من النحاس او فنجان فيه زيت، واي حبر صافي شديد اللمعان، وطفل لا يتعدى عمره 10 سنين بيبقى موجود، وده عشان الاطفال في السن ده بيكون عندهم شفافية وكمان بيقدروا يتواصلوا مع العالم الاخر، وبيسموهم الخاتم، بمعنى ان هو حلقة الوصل بين العالم بتاعنا والعالم بتاعهم. ومش لازم طفل وبس، ممكن مرأة عذراء، ممكن مرأة حامل، ممكن مملوك، أي حد من دول بيبقوا زي وسطاء روحانيين. وش معنى دول؟ بيقول عشان كل واحد فيهم عنده عقدة النقص، الطفل ناقص لحد لما يبلغ سن الرشد، والمرأة العذراء مضطربة الجنس حتى تفتض، والمرأة الحامل بتحمل عقدة نفسية حتى تضع ولادتها، والمملوك بيحمل سلوك النقص الاجتماعي حتى يتحرر. علميا او التفسير العلمي الوحيد عن اهلية الاشخاص دي بالذات هو التنويم الايحائي والخيال الواسع اللي بيبقى عندهم، وبيقوم الشخص القائم بقى على فتح المندل ده بجلب كل الحاجات اللي قلنا عنها دي، بيحطها في المكان اللي هيتم فيه فتح المندل، وبعدها بيحط الزيت في الحلة، وبيحط قطرات من الحبر، وبيحط شموع على شكل نجم داود، وبيقعد بقى الطفل في وسط النجمة دي ويحط قدامه الوعاء، ويبتدي الشخص القائم على المندل أو المشعوذ بقراءة بعض التعاويذ على طلاسم على حاجات كده عشان يحضر بيها الجن. بعد كده بيبدأ المشعوذ بسؤال الجن عن الحاجة اللي هم عايزين يوصلوا لها، وبيجاوب بقى الطفل أو المرأة الحامل أو أي حد. بيبتدي بقى السحر يدعوهم، يفضل يقولهم بأساميهم ويكلمهم وينده عليهم عن طريق بعض التلاصم وبعض التعويذ اللي بيقولها، وبيبدأ بالقسم عليهم والدعوة، والكل يوم باعتقاد السحرة ملك معين زي ما قلنا. بيتم بقى قراية التلاصم والحاجات دي وبعض الكلمات وبعض التفاصيل الغير مفهومة، وبيقولها أكتر من مرة، في أوقات بيوصل فيها 150 مرة. الساحر أو المشعوذ أو الدجال أو المندل، في ناس بتقول إنه حقيقي وناس بتقول إنه مش حقيقي، الحقيقة فين؟ الله أعلم. طب هل ده صح ولا غلط؟ الله أعلم. في النهاية ده تقرير كنا بنتكلم فيه عن المندل، أسطورة، أسطورة المندل، ناس اتكلمت عنها من زمان جدا ولا زالوا بيتكلموا عنها، في منهم بيقول إنها حقيقي وفي منهم بيقول إنها مجرد نصب وشعوذة. الحقيقة محدش يعرفها غير ربنا سبحانه وتعالى. في النهاية بتنتهي حلقة النهاردة وتقرير النهاردة، بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.